بسم الله الرحمن الرحيم. لما امرأة قالت يا معتصماة عندما فقط ظلمت في عهد المسلمين القدامى، قالت ومعتصماة، قال لها الملك لأرسلن جيشا أوله عندك وآخره عندي. عندما تهان امرأة يرسل لها جيش أوله عند هذا الملك الظالم الذي ظلم هذه المرأة المسلمة وآخره عند هذا الملك المسلم. شوف عزة الإسلام. وعندما يهان رسول الله لا يتكلم حكماء العرب، ولا يتكلم ملوك العرب، ولا يتكلم أصحاب الثروات، ولا يتكلم المشاهير في هذا العالم. الآن تتكشف الحقائق، تتكشف من هو مسلم ومن هو غير مسلم. عندما تهان امرأة كيف كان يعني كيف كانت ردة المسلمين آنذاك، والآن كيف ردة المسلمين عندما يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء كانت هناك أمور سياسية في الدول العربية المختلفة، وهناك المخالف وهناك المعارض، فلا تستطيع أن تحكم هذه الأمور ونقول أن هذه أمورا سياسية، ولا نستطيع أن نحكم من هو الصائب أم ما هو الخطأ. لكن سواء كنت معارضا أو يعني موافقا لأحد الحكومات ويأتي إهانة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنتفض، فلابد أن نقف وقفة. الوقت اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أبرئ ذمتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف احنا دلوقتي اللي نقدر نعمله، ان احنا نقول باللسان. يعني ليس عندي الشهرة الكبيرة حتى يعني يكون لي متابعين، لكن حتى أبرئ ذمتي، حتى يكون عندما يلتقي بنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول أن فعلت، أو حتى لو جزء بسيط: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لأن أقتل أنا ويقتل أبي وتقتل أمي وتقتل عائلتي خير لي من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يهان أو يشتم. فداك أبي وأمي يا رسول الله. في الآخر بقول: قاطعوا المنتجات الفرنسية، قاطعوا كل ما يصل يعني ما يصل إلى فرنسا بأي صلة. لو أنت طبيب في العيادة بتاعتك، بدل ما تكتب منتجات شركات صنوفي الفرنسية، اكتب أي أدوية فيها نفس المادة الفعالة، يعني نصرة لدين الله عز وجل ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل المقاطعة هتأثر في فرنسا؟ هؤلاء ليس لهم وطن، وليس لهم دين، وليس لهم ملة، ولا ينتمون إلا لأي شيء، ينتمون فقط الرأسمالية، كل ما يخص أي شيء في فلوس، وأي حاجة تأثر على أموالهم وثرواتهم ممكن يعملوا أي حاجة علشان لا يحدث ذلك. فالمقاطعة المنتجات الفرنسية هتأثر عليهم. أي حد في مكانه، لو أنت طبيب في العيادة بتاعتك، شركة سانوفي الفرنسية اللي موجودة في مصر اللي فيه أدوية كتيرة جدا، طبيبنا يا محترم، بدل ما تكتب هذه المنتجات الفرنسية، قم بكتابة الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، وبكده تكون نصرت النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد في مكان عمله أي حاجة كان بياخدها كمنتج فرنسي، هذه المنتجات الفرنسية ابعد عنها وابدأ استبدلها بمنتجات الشركات كتير جدا. بدل ما تتعامل مع الشركات الفرنسية، اتعامل مع الشركات نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر: إلا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.